القانون المالية من إجراءات جديدة، إجراءات نعتبرها ثورية بالنسبة للإصلاح الضريبي وبالنسبة للعدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي والعودة إلى أساسيات الضريبة والمساهمة كآلية من آليات طبعا تكوين الثروة الاجتماعية وتكوين الثروة المجتمعية. كما تضمن كذلك هذا القانون عدة إجراءات سوف تساهم بالدفع بالاستثمار وتشجيع الاستثمار بكل مجالات في كل مجالاته وبكل روافده. أما من الناحية الاجتماعية فقد تضمن هذا القانون إجراءات عديدة، نذكر منها مثلا منحة البطالة التي كرست عن طريق هذا القانون والتي سوف تعرف بداية للتطبيق في إن شاء الله في السنة المقبلة والتي نحن على مشارفها.